السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم غادي نتكلموا على بن عمري والعريبي يخطفان الأضواء الطيبة، ونشنا كيفاش وما تشوف كيفاش وبلايلي الا ما راحش الا ما راحش حسب الاخبار شنا اللي سيت وينهم يهضروا كلش كاين مواقع لهم يهضروا الا ما راحش. قال لك ليون، انا عرفت انا مانيش ليون، انا على بالنا باللي ما نعرف والله ما فهمت، ما انا على بالي باللي الانتقالات الصيفيه في اوروبا كملت، بالك ما نعرف بالك عام سنية معاهم ولا ما فهمتش. انا الحاجه اللي على بالي باللي انتقالات صيفية كملت، وملي حاجة أخرى والله ما على بالنا. المهم أنا على بالي باللي انتقالات صيفية في أوروبا كملت، باقي اللي باقي لا وقيلا باقي له يومين محلية كما نقولوا حنا يا إنجليز من ناس ساز يعني بصار أخرين كملوا وكاش على ذيك. نقولوا بدي الخاسر الأكبر هو بلايلي، الخاسر الأكبر في هذه كاع الانتقالات خاصة المنتخب الوطني، الخاسر الأكبر هو بليلي. وهذه تعليه بيروح من ما نعرف والله ما فهمنا ما نعرف. وإن صنع العديد اللاعبين الذين يعدون من خريج البطولة الوطنية الجزائرية الحدث في آخر أنفاس السوق التحويلات الصيفية، وفي مقدمتهم ذلك المدافع بن عمري الذي وقع على عقد مع أولمبيك ليون الناشط في الدور الفرنسي، وقبله كريم العريبي الذي حل بنادي نيم، فيما فضل طيايبة خوض تجربة احترافية مع نادي الفرنسي من بوابة تبعية عين مليلة. يحدث هذا في الوقت الذي خسرت فيه بعض الأسماء الرهان وخلفت استياء الناخب المدرب المنتخب الوطني، وفي مقدمتهم ذلك بذلك بلايلي وإسلام سليماني. نقولوا إسلام سليماني المدرب ما انتقدوش، انتقد بلايلي بالأكتو كيفاش حاس والله طائشة ما كان والو، الرباني حشات له حاجة صغيرة حشاتها له. الصيف كمل قلناها لك نهار اللي جات الطيارة ومروات، قلت لك الصيف يكمل، حنا نتمناو لك بالك ما نعرف. انا هذا القانون تاع نسمعوا باللي كي حبس انتقالات اللعابه حبسوا وحبسوا، بس عارشنا حنا ما واقع وشنا الناس راهم يحضروا. قال لك يا ودي ما كاش يا ودي، انا بانت لي باللي كمل قانونيا انتقالات باش تروح لفرنسا تلعب دروك تني دروك، انا بانت لي باللي بالك انتقالات شتويه ولا بالك بصح ضروك ما نعرف. الا باي رامي نيغوسو معاه باش يجيبوه في المرحله الثانيه هذيك حاجه واحده اخرى، بصح ضروك انا بانت لي باللي مكاش ما نعرف. ولم تمنع العراقيل التي تسبب فيها وباء كورونا من ابرام عده صفقات مكنت بعض اللاعبين البطوله الوطنيه من تسجيل حضورهم في البطولات العربيه والاوروبيه، وهو الامر الذي نوه به الكثير خاصة بعد أن انتقل بن عمري والعريبي وبوسوف وخساف إلى البطولات الأوروبية، فيما أبرم اللاعبين آخرون صفقات مع الأندية التونسية والخليجية في صورة بالحسين بن عيادة النعايجي وآخرهم طيايبة وبطميم فانك. ويجمع الكثير من المتتبعين بأن البطولة الوطنية سجلت حضور مقبول رغم المخلفات والوباء كورونا، بعدما تمكنت الأندية الجزائرية من تصدير عدة لاعبين نحو البطولة العربية والأوروبية، والبداية كانت مع المهاجم كريم العريبي الذي سيكون مع مواطنه زين الدين فرحات في نادي نيم الفرنسي، وهذا مقابل صفقة قدرت بمليون يورو. هذا اللاعب اللي كانوا وين ما يلعب مسكين يعايروا. فيما انتقل اللاعب وفاق سطيف بوصوف الى نادي من درجه ثانيه البلجيكيه، ونأكد فانيك نأكد وين بان هذا اللاعب ان شاء الله بربي سطيف تستفيد منه، خاطش عليه لعبوها لهم
لعبوها لهم هذا النادي رومان وين عيطوا له وقال لهم يا ودي قال لهم حنايا تعاملنا مع المناجر اللي جابه وين هذا بوصوف مسكين راح باش يلعب قال لك يلعب مع ذاك يلعب مع نادي ومن النادي هذا كيروح النادي ومن بعد يروح لمانشستر تا صاب روحو في الدرجه لومان هذا صاب روحو في الدرجه الثانيه البلجيكيه. اما اللعاب النصريه نوفل فقد حط الرحال بنادي برتغالي مقابل صفقه قدرت ب 185 الف يورو وكان اخر اللاعبين الذين صنعوا الحدث هو المدافع جمال بالعمري الذي حول الوجهة من دور السعودي نحو نادي أولمبيك ليون في صفقة فاجأت الكثير من المتتبعين إلا أنها خلفت موجة من الارتياح وسط الجماهير الجزائرية يعني خاصة من أجل المنتخب الوطني الجزائري. ومن جانب آخر فقد عرفت الدوريات العربية استقطاب العديد من اللاعبين ينشطون في البطولة الوطنية كآخرهم لاعب جمعية عين مليلة محمد طيبة الذي حل بنادي سعودي مفضل تجربة تجريب حظه في الاحتراف موازاة مع تألقه الموسم المنصرم مع أبناء كما نقولوا احنا عين مليلة في وقت الذي كان فيها قد انتقل عبد النور بن حسين من اتحاد بالعباس إلى أم صلال القطري دون إفصاح عن قيمته فيما اختار حسين بن عيادة نادي الإفريقي التونسي تزامنا مع انتهاء عقده مع شباب قسنطينة. كما تعاقد النادي الإفريقي أيضا مع اللعاب نادي بارادو زكريا نعيجي على شكل إعارة وظف الفريق التونسي أيضا بخدمات اللعاب المصرية زين الدين بطمين من نصر حسن داي دون كشف عن قيمة العقد. كما عرفت آخر أنفاس انتقالات صيفية التحاق المدرب خير الدين ماضوي مجددا بالدور السعودي حين تعاقد مع نادي الشعلة وهي تجربة أخرى تضاف لابن وفاق سطيف. وين نقولوا باللي بليلي هو الخاسر الأكبر وين خلف استياء كثيرة ونتمناو له ما نعرف أنا والله ما شنا ما واقع شت فيسبوك أنا يا شنا الناس يهضروا تاع راهم يقولوا يا ودي تاع راهم يقولوا وأنا تاع راهم يقولوا هذيك ما نقول باللي الانتقالات في أوروبا مكاش إلى راهم ينيقوسوا معاه ويسني معاهم مبدئيا باللي موافقة مبدئية كما يقول لك المشتى ولا المرحلة كما يقول لك يجي هذه بالك بصح ضروك على حساب ما نعرفه باللي كي حبسوا انتقالات حبسوا مكاش انتقالات حاجة واحدة أخرى ما نعرف لكن قانون واحد آخر يخدموا به هذه حاجة واحدة أخرى. ويبدو أن اللاعب يوسف ليلي بعد يعد من أكبر العناصر التي خسرت الرهان انتقالات صيفية وكذلك إسلام سليمان الذي خلف استياء من المدرب المنتخب الوطني بحجة أنه لم يحسن من انتقد سليمان انتقد بليلي أنه لم يحسن اختيار وجهته الصحيحة ولو طلب الأمر التحول إلى الخليج مثل ما قام به ياسين إبراهيمي منذ عام حيث عاد المهاجم إسلام سليماني إلى ليستر سيتي بعدما حمل ألوان نادي موناكو على شكل إعارة. يحدث هذا في وقت الذي بقي فيه مستقبل بليلي غامض على خلاف زميله بن عمري الذي حسم وجهته بعقد مع نادي ليون الفرنسي وكانت تقارير إعلامية تتحدث عن رغبة بليلي في فسخ عقده مع الأهلي جدة من أجل انتقال لفريق آخر وسط الحديث عن اهتمام الأهلي المصري بخدمته وتصريح بليلي برغبته في خوض تجربة كروية في أوروبا إلا أنه لم يجسد خطوة ملموسة في هذا الجانب. يعني تشوف كيفاش وطماطو لا يخدم وضعية اللعاب المذكور في بيت الخض ناهيك عن حديثه عن تأثير المحيط بعض اللاعبين في مستقبلهم الكروي وهي إشارة ضمانية للمهاجم المنتخب الوطني بليلي. يعني صحيح حنايا كيما يقول لك الى خدم مرحبا به ما خدم شي ما عندنا ما نديرو حنا هو راه عارف شكاين حنا المهم نحوسوا عليهم النجاح من اجل المنتخب الوطني الجزائري حنا نحوسوا على النجاح من اجل المنتخب الوطني الجزائري هذه اللي نحوس عليها وتحيه الجزائر
احنا المهم كيما يقول لك نتمنوا بالك كاين قانون غادي يخدموا به ولا ما تنجمش تعرف بالك كاين قانون نقارو صحيح صحيح.